إلى جانب اللقاء الرئيسي في اليوم الختامي من منافسات المجموعة الثانية، تشهد الملاعب أربع مواجهات أخرى تضع نهاية للمنافسة الشرسة في القمة والقاع. على ملعب الجيش الثالث بالسويس يستضيف بتروجيت صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فريق الإسماعيلي رابع الترتيب برصيد 31 نقطة، وهو لقاء يحدد هوية ثاني المتأهلين لدورة تحديد البطل. في باقي المواجهات يسعى حرس الحدود تاسع الترتيب برصيد 21 نقطة، يسعى لتفادي الهبوط عندما يستضيف وادي دجلة الخامس برصيد 24 نقطة على ملعبه بالمكس. بدوره يحل طلائع الجيش صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة ضيفا على فريق المنيا الذي ودع المسابقة مبكرا رغم فوزه الثمين في الجولة الماضية على الإسماعيلي الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة. من جانبه يطمح فريق تليفونات بني سويف تاسع الجدول برصيد 21 نقطة، يطمح في التشبث بفرصته في البقاء بين الكبار عندما يستضيف المصري صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة. وبعيدا عن المجموعة الثانية، عادت منافسات الدوري الممتاز يوم الخميس الماضي بعد فترة توقف دامت قرابة شهر بخمس مواجهات ضمن الجولة رقم 21 وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى. على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة فاز الأهلي على الجونة بهدف للسيد حمدي. أما في الإسكندرية فقد حقق الرجاء مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل. في باقي النتائج فاز إنبي على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف والداخلية على المقاولون العرب بهدفين لهدف، فيما تعادل غزل المحلة مع مصر المقاصة بدون أهداف. بهذه النتائج حجز الثنائي الأهلي وسموحة بطاقتي التأهل للمربع الذهبي عن هذه المجموعة برصيد 37 و34 نقطة على الترتيب. فيما ضمن إنبي الاستمرار بين الكبار بعد وصوله للنقطة 22 وأنعش الرجاء آماله في البقاء بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة وهو نفس رصيد غزل المحلة. وستحدد الجولة الأخيرة هوية الفريق الثاني الذي يصاحب الإنتاج الحربي لدوري المظالم والفريق الذي يخوض لقاء فاصل مع تاسع المجموعة الثانية من أجل الدفاع عن فرصته الأخيرة في البقاء بدوري الأدوار.